لكن نريد أن نعرف، لأننا نشاهد الآن هذه الألسنة وهذا الدخان المتصاعد من الكاتدرائية حتى الآن، أحمد، هل تمت السيطرة على ألسنة اللهب حتى الآن من رجال الإطفاء؟ لا لا، وبالنسبة لا أيضا لتحقيقات، هل أسفرت عن شيء؟ ما هو السبب الحقيقي وراء هذا الحريق؟ حتى الآن هناك تخبط في المعلومات، لا نعم. يوجد أي إعلان عن السبب الرئيسي. كما ذكرت لك بأنه عند بداية الحريق في العشر دقائق الأولى رجال الإطفاء قالوا بأن الحريق ربما يكون اندلع بسبب أعمال الصيانة، ولكن هذا احتمال وليس هناك أي شيء مؤكد حتى الآن، والحريق ما زال مندلعا وهو حريق كبير جدا. قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا كبيرا عند ساحة كاتدرائية نوتردام، هي تمنع جميع السياح والأشخاص من الاقتراب من المنطقة حتى يتم استنفار جميع رجال الإطفاء من أجل التمكن من إطفاء هذا الحريق. طب هل من خسائر بشرية أو أحمد، لأنه نعلم أن الكاتدرائية المفروض تكون مفتوحة في الساعات التي حصل فيها الحريق، هل كان هناك أشخاص بداخل الكاتدرائية؟ هل من خسائر بشرية؟ قوات الأمن قالت بأن أخلت الكاتدرائية من جميع الأشخاص الذين كانوا موجودين. حقيقة هناك كانت أعمال صيانة تجري في الكاتدرائية وخصوصا في الطابق العلوي، ولكن قوات الشرطة قالت بأنها أخلت فورا. الشيء الإيجابي في الموضوع أن جرس الإنذار رن قبل ربع ساعة من الحريق، ربما انتبهت قوات الأمن وقامت بإخلاء جميع السياح من الكاتدرائية. ولكن لا، وطبعا هذا ما أدى إلى أنه لا يوجد أي ضحايا أو جرحى، لم يتم حتى الآن إعلان عن أي ضحايا أو جرحى في هذا الحريق، ولكن الحريق ما زال مندلعا. حتى الآن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إطفاء هذا الحريق، وهناك معلومات تقول الآن بأن البرج العلوي من الكاتدرائية النيران الآن تلتهمه، ولم يتمكن قوات رجال الإطفاء من السيطرة على هذا الحريق. طيب تفضل.